وأخيرا تم دعم اللغة العربية في برنامج مايكروسوفت أوفيس للماك. وعشان تتأكد أن الإصدار اللي عندك يدعم العربية، تروح للأعلى وتختار About Word، وتتأكد من الإصدار اللي عندك 15.13.1، ولو كان أقل من هذا الإصدار تروح الهلب وتضغط على Check for Updates، وبعدها تضغط على Check for Updates مرة ثانية، راح يتم تحديث البرنامج إلى الإصدار الأخير. ولو ما قدرت تتحمل التحديث عن طريق التحديث التلقائي، تدخل على الصفحة اللي راح أحط لكم رابطها في وصف الفيديو تحت، وتنزل في الأخير وراح تحصل ملف لكل برنامج في مايكروسوفت أوفيس، تحمله عندك على الكمبيوتر وبعدين تعمل له انستوليشن بشكل يدوي. فالآن لو حبيت أني أكتب باللغة العربية مثلا، يا ريت تشتركون بالقناة، فنلاحظ أن المؤشر ما يتحرك معي بنهاية الكلام وأنا أكتب، فأضغط على سبيس والسهم اللي على اليسار، نلاحظ أن المؤشر انتقل إلى نهاية الكلام، والآن يتحرك المؤشر مع كتابتي باللغة العربية مثل ما هو موجود في مايكروسوفت أوفيس للويندوز. مثال آخر الباوربوينت، فلو شغلت عرض يحتوي على كلمات باللغة العربية وبديت تشغيل العرض، راح يعرض للكلمات اللي باللغة العربية بشكل صحيح مثل ما هو موجود في الباوربوينت المخصص للويندوز. في النهاية أتمنى يكون الشرح واضح والفيديو أعجبكم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار، ياريت تكتبونه في خانة التعليقات تحت، أو تسألوني على حسابي في تويتر اللي راح أحط لكم رابطه في وصف الفيديو، ولا تنسون تشوفون الفيديو اللي راح أحط لكم أيضا رابطه في الوصف عن كيفية الحصول على مايكروسوفت أوفيس ب75 ريال فقط بمشاركة 4 من زملائك. يعطيكم العافية، ونشوفكم مع فيديو جديد.